كان في شابة، احنا بنتكلم بقى على ان مفيش مستحيل وان اللي عايز بيحقق، عايزة تشتغل في الطيران، عايزة تشتغل طيارة. انا قبل اللقاء ده ما كنتش اعرف ان في طيارة، يعني ست بتشتغل طيارة. طلع ان لا، ان احنا عندنا نماذج مشرفة جدا هيتقال اسمهم في الحلقة ذات. البنت دي حلمت وحققت انها تشتغل في الطيران، وبعد ما حققت ده وراحت درست واقنعت اهلها طبعا بصعوبه، ولان طبعا انتوا عارفين ان هيتقال لها لا، مين هيتجوزك وانت بتطيري كل شويه ومفيش استقرار، وازاي تباتي بره البيت وازاي تعملي والحاجات دي كلها اللي بتتقال دي. هي اهلها في الاخر اقتنع وراحت درست وخلصت دراستها، جت الكورونا، وقف الطيران، مبقتش تشتغل. وطبعا دي حاجات كلها مهارات وفيها تمرين وممكن تتنسي. هل بقى يأست وقالت لا ده انا حظي، ازاي بعد ما اقعد اقنع اهلي واحقق واروح ادرس ان انا بطل والكورونا جت ومفيش طيران وشركات الطيران ما بتعينش حد جديد لان اصلا مفيش رحلات؟ ما يأستش ودورت على مكان لغايه ما لقيته في التدريب على الطيران. والمكان ده فتح جديد، هو زي ماكات او بوك اب كده للطياره، بالظبط زي الطياره، بنفس الزراير، بنفس الحاجات، بنفس كل حاجه. وبتروح تتمرن كل يوم على الرحلات دي اكنها بالظبط بتركب الطياره لغايه ما شركات طيران تعينها. ارجو انها تتعين باسرع وقت، وارجو ان احنا نحقق لها حلمها، لان قد ايه اصرارها اسعدني جدا، وانها ما اكتئبتش ولا زعلت ولا اي حاجه، وانها ما زالت في انتظار ان حلمها يتحقق، مع ان الظروف جت ضدها وهي لم تتخيل ان ممكن يحصل ظروف تمنعها انها تقدم على الشغلانه دي. محدش فينا الحقيقه كان متخيل هذا الوباء اللعين اللي ان شاء الله تبقى غمه وتتزاح. في شغلانات كتير قوي وقفت قوي، وناس كتير قوي فقدت شغلها ما كانتش متخيله انها ممكن تفقد شغلها في يوم من الايام. هل احنا كنا ممكن نتخيل ان احنا لازم نفضل ماشيين بكمامه طول الوقت وان احنا نتكلم نشوف بعض ما نسلمش على بعض؟ يعني فعلا الواحد ما يحسبش حاجه ولا يبص لقدام، لان محدش عارف هيحصل ايه. ولكن لم تيأس، تعالوا نشوف مع بعض. احنا عادي ان انا ادخل هنا؟ مش غلط ولا اي حاجه؟ لا لا بجد. لا متاكده يعني. قولي لي بقى، هو ده المفروض تدريب صح؟ يعني مور لان هو زي ندي. يعني قصدي اقول انا بحس ان الطياره العاديه بتبقى اكتر من كده ولا ايه؟ لا لا، هي دي زي الحقيقه بالظبط. زي الحقيقه بالظبط. زي الحقيقه بالظبط. كمية الزراير، تعالى بص ورينا كمية الزراير دي، مش كتيرة شوية ولا ايه؟ بس لما تتعرفي عليها هتلاقيها بسيطة قوي. طب يعني قولي لنا مثلا، تعالى ورينا كده يا محمد الحروف دي، الحروف دي ايه مثلا؟ يعني ده الجهاز كله اسمه ام سي دي يو. ده اللي بنحط عليه الانفورميشن بتاعت الفلايت بتاعتنا كلها، اللي هي كل بقى ايه، فلايت نمبر اللي هي مثلا الكيلومترات، الساعات، الوقت. بيبقى الفلايت نمبر، يعني لو بصينا هنا رقم الرحلة. لو بصينا هنا بنكتب مثلا احنا طالعين من مطار القاهرة. ومثلا هنا بنكتب اسم الطيارة بتاعتنا. بتكتبيه لمين بقى؟ بيبقى ليا انا الانفورميشن بتاعتي، عشان لو انا مثلا رايحة من مكان لمكان فلما لا يعني عشان اشوفها قدامي هنا. وكمان عشان لما بنطير بنشغل الاوتو بايلوت، فالاوتو بايلوت بيمشي على الروت اللي انا بحطها له، فلازم احط الانفورميشن كلها زي جي بي اس يعني. بالظبط. اوكي، واحط الانفورميشن كلها. يعني لو حط حد حط الانفورميشن لغايه الطياره هتروح حته ثانيه، لغايه ما كل الانفورميشن بتاعت الفلايت بقى كل حاجه. يعني لو هي مثلا كايرو جنيفا مثلا وانت رايحه انجلترا، هتروح هي جنيفا؟ ما انا بحط الانفورميشن بتاعتها وبعد كده بنعمل التيك اوف وبشغل الاوتو بايلوت وتودينا بقى جنيفا. انا مش دعوه بقى يعني. يعني ده معناه، عشان في ناس كتير قوي تقول لك ايه، لا هو بيبقى عارف الطريق ازاي؟ يعني هي بتبقى عن طريق الامس. فاكر ان هو زي العربيه بيمشي يمين وشمال وكده. انا عايزاكي تحكي لي بقى، اصلا انت يعني لما رحتي قلتي لاهلك انا عايزه ادخل طيران، ايه كان رد الفعل؟
بابا كان مبسوط جدا، ماما كانت قلقانه، القلق بقى بتاع ان هو ان انا ازاي اتجوز. قلقانه ولا رافضه؟ لا قلقانه، لا انا ماما ما بترفضش حاجه بس بقى قلقانه. يعني دايما تقول لك مثلا قلقانه انه الموضوع، يعني زي موضوع الطيران كده، كانت قلقانه ان انا ازاي هوفق ما بين الطيران وما بين الجواز والدنيا وجوزك بقى وهتسيبيه وتسيبيه. بالظبط بالظبط. لكن ما خافتش من فكره ان الطياره بتقع والطياره مش عارفه ايه والحاجات دي؟ لا يعني عارفه ان انا متهوره شويه، فعارفه ان انا يعني ان شاء الله يعني ربنا هيوفقني. وبعدين مصر الطيران ما بتقعش الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. جايك منين الفكره بقى انت اصلا؟ كنا في اولى اعدادي وكنت مسافره السعوديه نعمل عمره، وبابايا اصر ان انا لازم اقعد جنب الشباك، وانا كنت بكره الطيارات اصلا قبل انا كنت بكره حاجه اسمها طيارات. فقعدت جنب الشباك، طبعا بقى طفل صغير في اولى اعدادي، الطياره وهي بتعمل تيك اوف انا بقى انبهرت بقى، فقلت لبابا انا عايزه ابقى طيار. ومن اولى اعدادي لغايه الحلم ما اتغيرش وفضلتي تطير. ما بتخشوش كليه؟ في كليه ولا في في اللي هي الاكاديميه، بس هي جامعه حره، يعني بتعملي عدد الساعات بتاعت الكورس اللي حضرتك واخداه وبعد كده بتتخرجي بعد ما تخلصي. لا يعني مش 4 سنين اكيد. لا 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 مش 4 سنين، انا خلصتها في 9 شهور. يعني خلصت ثانويه عامه وبعدين دخلت 9 شهور بس؟ بالظبط. يا سلام. هي اصلا هي بتتراوح ما بين يعني تقريبا 12 شهر ل 14 شهر. فانا بقى يعني زنقت الدنيا. كم سنه دلوقتي؟ دلوقتي عندي 20، بس لما اتخرجت كان عندي 18 سنه. وما اشتغلتيش لسه كل ده؟ للاسف، لان انا اتخرجت قبل، انا اتخرجت في شهر 6/2019، فكان قبل الكورونا بكام شهر كده، فبعديها بقى جت الكورونا فالدنيا وقفت بقى. ما قعدتي ما بتعمليش بقى حاجه كل ده؟ لا ساعتها بقى عملت كذا حاجه، بس كان ده الاساسي منهم اللي هو السيميليتر اللي انا اشتغلت فيه. اخدته كتدريب ليا. عشان عايزه افهم الناس برضو ده ايه، احنا فين؟ احنا عشان ما البسش ان انا في طياره. احنا في زي ماكت لطياره وعملوه للتدريب، زي السيميليتر اللي انت بتدخله في الملاهي مثلا ويبقى الحاجه جايه عليك وبتاع. فاحنا ممكن دلوقتي نبدا رحله، صح؟ انت اسمك ايه؟ نورين. نورين. نبدا رحله اكن احنا يعني طالعين نطير. نورين بقى تبقى البايلوت وانا الكوبايلوت. فهو ينفع اي حد يشتغل طيار في اي وقت ولا لازم سن معين؟ لا هو بس يخلص المدرسه ويقدم. يعني ممكن اقدم؟ هي هنا يعني هنا في مصر، هنا في مصر بتبقى اقصى حاجه 28 30 سنه. طب ما بعدتش كتير. بالظبط. لا انا بخش. ما بعدتش كتير، هم 15 سنه بقى. احنا هننزل بقى يا جماعه دلوقتي، هنبتدي رحلة زي الرحلة اللي بنطلعها. طبعا احساس فظيع ان الواحد يبقى في الكابينة دي، عشان كده دايما احب اقعد في الطيارة في الفيرست سيت ده، وكل ما المضيفة تفتح الباب عشان تدي الطيارة اروح انا ايه بصة كده. والله العظيم من كتر ما بيبقى المنظر فظيع بكمية الزراير الفظيعة دي، والطيارين كلهم شكلهم ديسنت جدا، بس هي شغلانة طبعا ما فيش اي استقرار، كل يوم في بلد وكل يوم سفرة. بس يا ريت انا كنت عملت كده. عايزين نبدا رحلة بقى، نعمل ايه؟ طيب اولا احنا ده حاجه دخلتي المعلومات، دخلت الانفورميشن بس هاكد عليها تاني. احنا رايحين فين؟ احنا في مطار القاهره. مش تسأليني يا مسافر، عايز اسافر فين؟ طيب تحبي تروحي فين؟ اسافر فين؟ سنغافورة. سنغافورة مش هروح. اوكي دي بعيدة قوي صح؟ هنزلك عليها على طول. هتنزليني عليها على طول؟ سنغافورة دي بيقولوا من البلاد الرهيبة. انا عاشقة السفر بقى، يعني دايما لما يقول لك طب ايه الهوبيز بتاعتك، ولا ايه هي اسمها ايه الهوايات هوايتك، اقول لهم هوايتي السفر. فانا كنت لازم يعني هو دايما بيقول لي جمله، بيقول لي الناس كلها بتاخد اجازه عشان تسافر، انت بتاخدي اجازه من السفر. أيوة. لا بس في حاجات بتبقى رزقه، يعني في حاجات اللي هو تسافري وتوصلي ولاقيهم مثلا 10 دقائق وراجعين، ما نزلوش البلد. دي حقيقة. مثلا دي حقيقة. او قاعدين 24 ساعه ما لحقوش يشوفوا البلد. برضو فيها تحميس شويه. الله يا جماعه بصوا، انت هتحاول
تبص برضه هنا عشان دلوقتي هنبقى على الران واي اللي هو في المطار ده اللي هو بالظبط ماشيين عليه لغايه ما نطير ده اهو احنا اهو. طيب هنا بقى الطريق اللي احنا هنمشي عليه ده الاول هحط اسم المطار. اوكي ده اسمه ايه بقى؟ ده حاجه اسمها ايكاو كود. ده المفروض دي كودز بنحطها اللي هي اسم المطار فسنغافور اللي هو بيبقى الحروف دي. اوكي اي اس 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 هي المفروض ان هي بتبقى ويسكي سيارة 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 ويسكي سيارة سيارة سيارة. احنا رايحين مطار ويسكي سيارة سيارة سيارة. والله انا ممكن احلم مع نورين النهارده بقى احلام تديني كل حته نفسي فيها. يلا بينا انا جاهزه. يلا حط بس الران واي بتاعنا. احنا كده حطينا الران واي اللي احنا في مطار القاهره دلوقتي يا جماعه. طريق القاهرة وهنطير. اوكي طيب هنعمل شوية ستابس قبل ما نعمل تيك اوف الطيارة. اوكي بننزل فلابس على 1 عشان الطيارة بتاعتنا تقيلة فبنحتاج الفلابس ان هي تساعد الطيارة في التيك اوف زي النقل كده بالظبط. اوكي وبعد كده بندوس على اوتو بريك ماكس عشان لو لا قدر الله بعد الشر حصل معانا فيلير او حاجة. فده يساعد ان احنا نوقف الطيارة لو السرعة لسه مناسبة ان احنا نقدر نلحق ان احنا نعمل نلغي التيك اوف بتاعنا. فانا بعمل اوتو بريك ماكس. يعني لو احنا ماشيين دلوقتي وحاجه حصلت لا قدر الله مش صح يعني ده الاوتو بريك ماكس بيساعد ان انا اوقف طياره بسرعه. الاوتو بريك ده زي يعني الهاند بريك بتاعت العربيه زي فرمله يعني. اوكي اوكي طيب ونتاكد ان انوار الطياره كلها اون تمام. يلا بينا. اوكي جاهزه؟ طب حطي ايدك على التراتي واحده واحده لغايه قدام خالص. الله ده انا كنت نفسي اعملها قوي طول عمري. استنى بس هنبص قدامنا بقى. هي دي البنزين بتاعنا. هنمسك الستيك بايدينا الثانيه. واقوم اقول لك يلا هنرجع لورا واحده واحده. اوكي احنا فين بس ارجع؟ لا استني استني نجين بس سبيد ترجع ده لما تطير. لازم نبقى مع بعض صح؟ لا لا انت اللي هتعملي يعني ايدي اهي. يلا هنرجع الستيك لورا واحده واحده. انا بطير انا بطير. بس هنسيب الستيك خالص. يلا نرفع العجل. يلا نرفع العجل. شدي لبره وارفعي لفوق. ايوه تمام بس كده. احنا بنرفع العجل بعد ما بنطير بالظبط يعني بس ان يبقى عندي هنا مديني ان هو بوزيتيف ريت اوف كلايم بقوم رافع العجل على طول. بس هندوس بقى هندوس هنا بقى. انا سبت المايك ونسيتني مذيعة. سبت المايك ونسيتني مذيعة. انا بلعب دلوقتي. استني ماشي. لازم دلوقتي اكتر بس خلاص كده احنا شغالين اوتوبايلوت. احنا عملنا الدراع ده بالظبط مشينا وبعدين رحت عامله ده رجعته لورا فاحنا عايلينا. ايوه وبعدين رحت مطلعه ده لبره اللي هو العجل. العجل ومطلعه عجل الطياره وطرنا وبعدين دوست هنا ده اللي هو ايه بقى؟ ده الاوتوبايلوت. شو انا حفظت ازاي؟ وخلاص طرنا كده خلاص تمام كده. خلاص. طب ايه الشغلانه السهله؟ بيقول لك الطيار كان شاطر والطيار كان